ماليش شغلانه اللي هي الانابيب دي، ماليش اي صنعه تاني. حلو الكلام. وفيها ازمه في الانابيب بس بناخدها بكام؟ خدها ب15 جنيه من بقى ب20. ادي كل الكيس. الزبونه عايزها لو عليه عايزها ببلاش الانبوبه، يعني لو هنكسب فيها 5 جنيه لا الزبون يقول لك لا انت بتجيبها المصنع ب5 جنيه. ادي الزبون هي جوه ب10 جنيه، ما انا هاخدها وهو دور. يعني يا ريت حضرتك ممكن يبات هنا في ال10 يعني ببات من دلوقتي لحد الصبح في الدرد، لان شغل اليوم واليوم كله بضيعه، ماليش شغلانه اللي هي الانابيب عشان يطلع لي 10 جنيه ولا 20 30 جنيه. انا راجل متجوز ومعايا عيال اصرف عليهم منين ومعيش شغلانه اللي هي الانابيب دي. الناس بتيجي الصبح هنا تفضل قاعده عيني من الساعه 6 الصبح لغايه الساعه 10 بالليل، ولا في انابيب بتيجي ولا حاجه. العربيه ما جاتش، بيقولوا العربيه ما جاتش، خلاص الناس تاخد بعضيها وتمشي. ايه بقى المشكله اللي عادت على الحكومه من الازمه اللي موجوده دلوقتي ديت؟ الناس اصلا تعبت خلاص، ما عندهمش ثقه في اي حد بيجي. وادي اللي من الساعه 8 الصبح عشان اغير انبوبه، وبقعد يوم كامل عشان اغير الانبوبه، بقعد يوم كامل وقدام المخزن ب 25 جنيه وانا ما اقدرش اجيبها ب 25 جنيه. انا بشتغل ب 40 جنيه في اليوم ومعايا 6 عيال، اغيرها ازاي؟ غصب عن عيني، لا لازم اقف. مش عارفين اللازمه دي ليه بتدق وجاي عشان اخد انابيب انبوبه. بيقول لك ان هنا اللي شايفه ان السريحه بتاخد انابيب اكتر من الناس اللي عاملين اللازمه دي. السريحه هم اللي عاملين لازمه. اديك شايف انت لاقي نفر مثلا واقف بانبوبه ولا عربيات مليانه؟ يرعن دول لوحديهم ودول لوحديهم، دول ياخدوا بسعر لوحديهم واحنا ناخد بسعر لوحدينا. احنا بنطلع حرام كش، احنا بنديك الكش يحكم. ايوه الكش يجي يقف الناس اللي واقفه دي، يشوف الدنيا خربانه ازاي، يجي يشوف الدنيا ويقف الطابور والناس ده من الطابور، ناس بلطجيه وناس عفياجيه وناس بتتدرب عشان تقدم لنا انبوبه. انا رايي الحكومه تيجي تنظم الدنيا دي. تمام، ما فيش سباق سايبه بالسايب وعايمه بالعايمه.